أنا خالد، قصتي باختصار يمكن تتكرر كل يوم ببيوت وايد. كل شيء كان بخاطري أهلي وفرولي، ما قصروا معي. صحيح كنت فاقد وجودهم، بس كل شيء بغيت حصلته. كنت أدور الوناسة، السعادة، جربت أشياء وايد وما شيت ربع من كل شكل ولون. عبالي إنهم راح يونسوني، وكنت معتقد إني راح أحصل السعادة معهم. خلوني أجرب أشياء غيرت حياتي، كنت أعتقد إنها تجربة مثل أي تجربة ثانية ممكن أحصل فيها السعادة والمتعة. لكن للأسف الظاهر إنها كانت التجربة الأصعب في حياتي، ويمكن التجربة الأخيرة.